تكمل نجوم المجزل وضمك والكوكب والعروبة والوحدة والحزم المركز الثالث مناصفة مع فريق نادي الطائي بانتظار نتيجة الكوكب
المباراة تلعب والخطأ تقول على الباديين والخطأ وصلت عند البراء. البراء بعظيم يتقدم ويمرر كرة جوفي ومحمد الفاز وفريق الحربي وسلطان الكوسري والبراء زاوية ملعوبة الآن عالية فيها تمر إلى آخر سيطر عليها موسى مدخلي إلى محمد عرضية عالية رأسية تخلصت اللاعب الجرجيس او جربه يلعب بالمباراه كينغسلي سوكاري تتعدى الكره مباشره للدفاع محمد الكره لكينغسلي سوكاري سليم المحش سليم المحش يوزع والكوس محمد الترجع يلعب مع محمد حسين سليمان كما كان يقول قيس مروان العبد دقيقتين لنهايه ال 45 دقيقه الاولى محمد حسين سليمان يلعب I know.
الرسالة بس البريكي يتقدم بالكرة يعمل مراوغة بسيرو بومبا وما تعديش مرة أخرى العامر بوعز لكن الرأي يقبل تشير إلى تسلل وهذه الكرة لصلاح النجم تعود من ولكن يعني ترتيب التمريرة ما تخرجش العامر بوعز في المباشر وقلنا يتسبب حتى يعني في خسارة بالنسبة للاعبية المتلوي اللي فيما نشاهده يعني فرق تطوع معتها يزيش مضار معتها على مستوى البدني وكذلك ما يشوفش ما يطورش مع تبعة القرارات من بعد في داعم توصول عليها بعض القرارات الجديدة والتي توسيع الهجوم للنجم الرياضي الساحلي والتي توسيع الكرة عند رامي البدي رامي البدي يرفع الكرة طويلة وترجع ثم سياسة كاملة متوخات هذا اللي صار في النجم الرياضي المتلوي وقت ما تواصل ثم الإطار فني معناتها من عمل في تنفيذ التماس يلعب التماس الطويل يتدخل الدفاع في المرة الأولى بنجورا بنجورا يلعب الكرة على الجهة اليسار محمد الأحمر خالد وائل في مقابل واحد الكرة للاعب ملك معايرو ولكن قطع الكرة من جديد يقطع الهجوم واش ديك الشريده واش ديك الشريده وريش العصبه اكبر عمرو زكي لكن من فهمي من عمري صعب هدف التعادل يمسك كوره لكن التغطيه كانت من عطف المازي الزوادي تمشي إيهاب المباركي يوزع كرة في اتجاه طهاية السيل الفنيسي لكن قبل حسام سليم أمين عباس يرفع الكرة ترجع في وسط الميدان يبدل اتجاه الكرة لليمين ثم فيدي الهنيسي والكرة مباشرة للدفاع الاسبرين بالمتلوية الموجودة خصوص في رقم والكرة تتعدى من فيدي الهنيسي لبلال الفنيسي ولكن الكرة تخرج إلى تماري ساكو ليبالي حسين منصور يعمل وحدة رأسية لكن ترجع الكرة من الدفاع ترجع الكرة زيادة الفنية والتكتيكية للاعبيه الكرة ترجع إلى الدفاع اللي جيلاني عبد السلام يتمكن لا ما زالت الكرة تلعب ما فضلش راية الكرة ما زالت تلعب لكن منافسة علاش يحاول نهاية التشكيلة بعض الأوقات بلال الخفيفي يوزع ويدخل الدفاع محمد حسام سليمان في مرة أولى ثم عطف المجدي طريقة طويلة كانت الكرة اتجاه سيف الدين الجزيري تخرج مرة أخرى يبدأ في الكتاب ثم خطأ ترجع طويلة اتجاه سيف الدين الجزيري ورايا من الحكم المساعد النجم التلوي عاطف المازني بنفس العدد عشرين مشاركة على يرفعها حسان الحربوي حسان الحربوي المتابعة محمد حسام سليمان والمخالف حمزة ثم التغطية في مناسبة أولى وإلى بداية الإنقاذ في هذا الموسم الدقيقة الثانية وهجوم لدرجة جرجيس تقطع في وسط الميدان تمريرات الكرة تطوير بالفعل إذا الكرة في وسط الميدان ياخذها من مع الأسف ما تزادتش مع مستويات جيدة لفريق درجة جرجيس والحقيقة يعني الكل هنا تقريبا متفق أنه فريق درجة جرجيس بعد تجربة ما كانتش ناجحة في الترجي الذي توصي والهجوم يتواصل يدخل الدفاع
يدخل دفاع النجم الريفي بالمتوي. هذه الغلالي يبحث عن تضييق المساحات بالفعل بالنسبة لخط هجوم وسط ميدان درجة جرس. الكرة تخلط في ذن لمنى شبالي باتجاه الشبلي باتجاه من جديد شاردان ويحاول يدخل والخطأ حكم المباراة نصران الجوي. كانت الكرة من جديد للحارس منتصر خميس يلعب كرة طويلة البحث عن الكرات رائد الفتع والكرة من جديد لنجم المتلوي خير كرة طويلة بالساق باتجاه المهاجم شاردان كيست ترجع مشاكل مكاعي طيب العملية غازي الإقرايلي دقائق تمر بداية يعني ممتازة بالأقل من الزوج مدربين في تغيير ربما للعبية كيسي مخالفة تتنفذ طويلة ترجع عند بعض الثواني على نهاية المباراة ولكن النجم الريفي بالمتلوي يعرف كيف يلعب مباراته اليوم كان يعرف Yeah.